بعد التحرشات الأوروبية الأخيرة، إسبانيا تصطف إلى جانب المغرب. إسبانيا ستتفادى أي شيء يزعج المغرب، كان هذا تعليق رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز خلال اجتماع القمة المغربية الإسبانية اليوم بالرباط، في تأكيد واضح أن بلاده تجدد موقفها الداعم للمغرب، خصوصا بعد التحرشات الأوروبية الأخيرة ضد مصالح المملكة. وتجسيد الالتزام الإسباني ينبني على الشفافية والوضوح والثقة والاحترام، عكس فرنسا التي اختارت إدانة وضعية حقوق الإنسان بالمملكة إلى جانب جهات محسوبة على البرلمان الأوروبي. الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع بين رئيس الحكومة المغربية عزيز خنوش ونظيره الإسباني اليوم بالرباط، وحضره 13 وزير مغربي وسبع وزراء إسبان، توج بالتوقيع على 19 مذكرة تفاهم تهم مجالات متنوعة من بينها الهجرة والتعليم والسياحة. كما أعلن بالأمس سانشيز عن بروتوكول تمويل جديد بقيمة 800 مليون يورو يهم مشاريع مشتركة في المغرب، تعاون مشترك يعكس الإرادة القوية والالتزام الراسخ للبلدين للعمل سويا من أجل شراكة متميزة متجهة بثبات نحو المستقبل. المهم، هل ستحدو فرنسا حدو إسبانيا في تعاملها مع المغرب، أم أنها ستستمر في تحرشها بمصالح المملكة؟